بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم ومن خيرية هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة أبدا وأن في اختلاف علمائها رحمة وما خير سيدنا صلى الله عليه وسلم ما بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وهكذا استلهم علماؤنا الكرام علماؤنا الثقات علماؤنا الربانيون في أزهرنا الشريف هذا المنهج فكان هذا هو المنهج والاستراتيجية والألية في الإجابة على كل هذه الأسئلة على منهج علمي أخذ كل مواريث النبوة صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله الذي قال العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس نخصص هذه الحلقة اليوم للإجابة على العديد من استفساراتكم التي وصلت إلى برنامج فتاوى الناس وذلك إيمانا منا بأهمية تلبية رغباتكم دائما ومعنا اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مولانا اهلا بكم. اهلا بكم استاذ حسن. مولانا طبعا أسئلة كثيره ترد الينا عبر الاس ام اس، ترد الينا عبر الفيسبوك، ترد الينا عبر الاتصالات التليفونيه. هذه الحلقه طبعا كما اشرنا للساده المشاهدين اننا خصصناها لاسئله الفيسبوك واسئله كثيره لدينا. السؤال الاول مولانا وهو لابد ايضا ان ندرس هذه الظواهر المتعلقه بهذه الاسئله. تفشي ظاهره الطلاق. في المجتمع وتحديدا الاسئله او السؤال الاول حول فكره الطلاق المعلق على شرط ان يقول الرجل لامراته انت طالق لو فعلت كذا لو ذهبت الى لو ذهبت الى بيت ابيك لو اشتريت هذه السلعه يعني الطلاق المعلق على شرط وهذه الصيغ موقعها ايه في الحكم الفقهي؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك بين صلى الله عليه وسلم قيمه الاسره في كلامه وبين الوصيه بالنساء وقال صلى الله عليه وسلم في اخر ما قال في حجته حجه الوداع قال اوصيكم بالنساء خيرا وفي روايه استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم عوان يعني اسيرات المراه عند الرجل اسيره هي بمثابه وهي لها مكانه هي بمثابه الجاريه بمثابه البنت ابنته يعني روح يعني يروح في كنفه خلينا نقول نقول في كنفه اه في, في حمايته آه آه هو المسؤول عنها لا آه. نريد ان نزول بمثابه الامه عنده لا المراه لها مكانه كبيره عند الرجل ليست عبده وليس القران لما عبر بانها اسيره ليبين انها ضعيفه عندك ايها الرجل فاتق الله فيها ولا تجعل الطلاق فزاعه وكرباكا تقربك به وتلدع به وتلدغ به جسدها من آن لآخر م. المرأة ما تحب ذلك لما؟ كتير أول لما المرأة بتيجي تشتكي في دار الإفتاء تقول لي يا شيخ أنا ماليش أي مكان عنده تماما طيب الدليل إيه؟ تقول ما بي كل في بؤ كل حاجة طلاق آه فالمرأة لما بتلاقي زوجها في كل حاجة طلاق 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 على الكبيرة وعلى الصغيرة في كل شيء طلاق فبتقول لك بس ده أنا رخيصة قوي فبتبتدي محبة الزوج تهون في قلبها فعلا بخلاف ما لم أمسك الرجل لسانه ولم يقسم أبدا بالطلاق وجعل الحياة مليئة بالمودة والرحمة وجعلها كابنته يحب لها ما يحب لابنته أن تعامل دايما أقول للرجل لما يجي وهرجع للمسألة اللي حاجة كنت بتقول فيها طيب أنت يا ترى بتحب تحب زوج بنتك يعامل بنتك بنفس الطريقة اللي أنت بتعامل بها زوجتك انا اريدك ان تقف بين يفس... بين يدي الله بهذه الصراحه وهذا الصدق هل تحب لزوج ابنتك ابنتك ان يعامل ابنتك بما تعامل به امراتك يعني مواجهه مع النفس على طول ليه ما بنواجهش نفسنا احيانا ونسال آه. نفسنا يا ترى لو كنت مكانه كنت لازم اعمل ايه ايوه يعني يا ترى لو حد مكاني هيعمل ايه لازم المواجهه دي لان المواجهه دي دايما بتنتج في النهايه اجابات يمكن لو وصلنا لها هتصلح حاجات كتير في حياتنا والقران جاء بهذه المواجهه مع النفس عندما قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله هي دي هي مواجهه النفس آه. ان تقوموا لله مثنى, مثنى وفرادة وفرادى مع واحد وقال لك الواحد ده يكون امين قوي أو فرادة مع نفسك لو لم تجد الأمين التي الذي تصدقه السر ويصدقك الإجابة فإذا القرآن جاء بمواجهة الناس واجه نفسك أنت تحب أن حد يعمل ابنتك بهذه الطريقة هيقول لي لا طيب لماذا تعامل بنات الناس بهذه الطريقة لماذا تعامل هذه المرأة التي أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم إيانا بها طب وليه النبي أوصى بالمرأة بالذات وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه ربه بما يقع على المرأة من ظلم في حياتنا. المرأة فعلًا في كل دول العالم على فكرة أكثر فترة تتعرض فيها المرأة للإهانة هي هذه الحقبة من الزمن الخمسين سنة الأخيرة. المرأة سلعة في الغرب تباع وتشتري. المرأة ده إحنا عندنا في الإسلام المرأة بنصونها قدرة على آخرنا. يعني بنصونها ونحافظ عليها. ده المنهج في الاسلام بيصون المرأة ويحمي المرأة يعني وما يقدرش أي منهج تاني أو أي فكرة حص. تانية أو أي ممكن. أيديولوجيا تؤكد على فكرة أو تزايد على الإسلام. نعم. في حمايته للمرأة، وضعية المرأة في الإسلام، المكان والمكانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف في هذا المشهد الكبير في هذه الحجة الأخيرة له ويقول استوصوا بالنساء خيرا، ويقرر مجموعة من المعاملات منها كيفية معاملة المرأة فإنهن عوان عندكم فالطلاق أصبح ظاهرة متفشية في المجتمع ذلك أكبر نسبة في الطلاق للأسف في مصر أكبر نسبة الدول العربية فيها نسب طلاق كتير قوي ولكن التي تستحوذ على النصيب الأكبر هي بلدنا مصر عندنا يا أستاذ حسن حالة طلاق كل ست دقائق حالة طلاق كل ست دقائق في السنوات الاخيره كل حالات حالات الطلاق بتزيد 5000 حاله كل سنه. 5000 5000 ودي ارقام لا تكذب نعم ده آه. ده دي الاحصائيات اللي, اللي عملها. يعني اه يعني مرصوده مركز اتخاذ القرار في, في 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 مجلس الوزراء ومنشوره وموجوده. وربما اشار آه. البعض الى جزء مهم تاني بيقولوا ان معظم حالات الطلاق او نسبه كبيره بتحدث في السنه الاولى والسنه الثانيه من الزواج نعم ودي مشكله كبيره جدا ليه أو في سنوات الأولى سنوات من الزواج الثلاث سنوات الأول العلماء النفس بيقولوا أطباء نفسيين لو مرت بسلام غالبا ما تستقر الأسرة. ثلاث سنوات الأول لذلك أكثر فترة فيها نسب طلاق هي فترة الثلاث سنوات الأول ليه؟ المرأة في بيت البنت كانت في بيت أبيها لها طريقة معينة في الحياة ربما لا تضرب لا تهان ربما لا تقوم حتى بخدمة نفسها هم يخدمونها ونحو ذلك تفاجأ لحظة بأنها أمام رجل يطلب منها ويطلب ويطلب ويأمر وينهى وهي مش واخدة على كده فالأمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى إعداد نفسي من البيت شفت المرأة العربية زمان النص اللي كنا بناخده اه الوصايا إنك الوصايا إيه وصايا آه وصايا واوصت بها المراه التي مم كانت تعيش في نعم ال وخمسين عام قبل الاسلام نعم وصت ابنتها آه انك تقدمين على رجل لم تالفيه آه وقرين لم تعرفيه آه فكوني له امه يكن لك عبدا آه وتقف عايزه دراسه المراه ما تعلمت في جامعه وما تخرجت وما درست يعني علم نفس ومع ذلك انظر الى الوصيه بتاعتها والله لو كل امراه كل ام تمسك بنتها كده وتبتدي تديها بعض النصايح هنخفف كتير قوي من حالات الطلاق لذلك احنا عندنا في في اداره الافتاء عملنا ايه عملنا الان آه يعني محاضرات للمقبلين على على الزواج فعلا اه فعلا قمنا بها والحمد لله يعني آه لسه من من ثلاث اسابيع كان حتى كان في اعلان عنها آه في في التخرج يعني بندي محاضرات وبعدين بنجمعهم ويبقى في حفله جميله كده وكل واحد بيعرف اللي ليه واللي عليه زي ما بنقول. طب مولانا يعني في هذه الصيغ اللي بيطلقها احيانا بعض الرجال يعني طلقات صريحه في وجه زوجتهم او ازواجهم. في هذه الحاله دي انت طالق لو اللي هو الطلاق المعلق على شرط كما يسال السائل في هذه الرساله ما حكم هذه الطلقات المعلقه؟ أولًا الطلاق الرجل يستخدمه استخدامًا سيئًا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيمان الطلاق من عادات الفساق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الاستهزاء بآيات الله سيدنا ابن عباس عندما جاءه رجل وقال يا ابن عباس طلقت امرأتي 100 مرة مائة مرة مرة وأنت 100 مرة قال يكفيك من ذلك ثلاث وسبعة وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ليه ده؟ المرأة أسهل ما يكون من هذا وأضعف ما يكون من أن يعني تتعبها وتتعب نفسيتها بهذه الطريقة فالرجل بيواجه امرأته بلفظ هي لا تحب أبدا سماعه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا سماه يعني كده شوف سماه مولانا في 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 كتابي وفي قراني نعم ميثاق غليظ يعني هذه العلاقه بينك نعم وبين المراه في بين زوجتك نعم الايه تنادي عليك مم وتقول لك هذا ميثاق غليظ لا ينبغي لك ان تتركه ابدا وتفكه بسهوله ده ميثاق غليظ كان ربنا بي بي بيشير الينا بي بي بتوصيه خلي بالك وحافظ على الأسرة فانت طالق لو عملتي انت طالق لو ما عملتيش انت طالق لو خرجتي واليوم جالي واحد قال عبارة عجيبة آلمتني وهو قالها ما ينبغي له هو نادم ندم عليها ولكن قالها قالها لو, لو, ابني مات هتكوني طالق لا لا كان لا. الولد مريضا قلت له وما ذنبه وما ذنبها وهل يعني هي لها دخل في هذا وبالفعل مات الولد بالفعل مات الولد. لماذا؟ لماذا نصل الى هذه الحاله من من التوتر النفسي والعصبي في الاسره؟ او ترهن البيت ترهن البيت والاسره والمستقبل بتصرف ربما ي يتم،, يتم على العاده، يتم أصعب على غير العاده. اصعب شيء في الطلاق المعلق ان تكل مساله الطلاق الى المراه. لان المراه ما بتحسبهاش، المراه ما بتحسبهاش زي الرجل، ده المفروض. ولكن هناك فعلا من السيدات تقول والله قالت هذه العبارة كنت أتمنى لو كان الطلاق بيدي كنت أتمنى لو كان الطلاق بيدي ما تلفظت منه لفظة واحدة طوال حياتي عندما رأت كسرت طلاق زوجها فإنت طالق لو عملتي بنقول له أنت أقصد ايه ماذا تقصد به قد يكون أقصد تهديدها أقصد تخويفها اقصد الحث على فعل ما اقصد ان امنعها من امر ما كل ذلك يكون تهديدا ونجد فيه حلا ولا يقع به طلاق ولكن قد يقول كنت انتوي به طلاقا وهنا تكمن المشكله الكبيره لذلك بنقول دايما نقول ايه احنا نحتاج الى الزوج ليه حتى نحقق معه في نيته حتى نتحقق من قصده على الطلاق من عزمه على انهاء الحياه الزوجيه، من ادراكه، من املاكه ممكن ساحة غضب لا يستطيع ان يتمالك نفسه، خرج اللفظ منه زي انسان كده في لحظه بتشوفها في المجتمع بتاعنا ممكن يسب الدين لو هو أعد... وهو لا يقصد سب الدين لو أعد... سب الدين لو قعدت أه؟ كده تقول له تقول له استغفر الله يقول لك اه والله ده أنا... انا خرجت مني ما حسيتش بنفسي ما إن أنا أسيب الدين أنا أقصد أبدا آه. إذا لا يقصد أبدا وكذلك هو أخرجها ولا يقصد لم يتمالك نفسه بيقول كلام كده غير مرتب كلام مشوش فتخرج الكلمة في وسط الكلام فإذا نحن نحتاج إلى الزوج بهذا لذلك احنا دايما بنجعل عندنا شرط في دار الإفتاء أن حالات الطلاق لا بد من حضور الزوج وده منهج في دار الإفتاء المصرية نعم. حتى وإحنا في فتاوى الناس دايما لما بيجي أو يرد سؤال آآ آآ بن في في امور يلزمها التوصيف بنوصف مع مشايخنا وعلماءنا ولكن الامر في نتيجته النهائيه لابد ان يكون هناك لقاء نعم. بين شيخنا وبين الزوج والزوجه بس نعم. الزوج الاولى, الأولى بالحضور نعم. دايما وفي التحقيق بتظهر شيء او تفاصيل يعني يرى الشيخ حكمه في النهايه هقول لحضرتك إيه, ايه ايه هي الامور اللي ممكن تظهر؟ م. الحاله النفسيه للزوج دي كلها اعتبارات يا مولانا بتحطوها معتبرة. آه معتبرة الحالة النفسية معتبرة حضرتك بص كده في, في, من, الثلاث سنوات اللي فاتوا دول حالات الطلاق زادت جدا بسبب قلة العمل بسبب قلة ذات اليد بسبب الفقر الذي يعيشه البعض كل ده زود حالات الطلاق في مجال السياحة انت بتشوف ناس كتيرة قاعدة صحيح مش لاقي وفعلا جالي ناس يقول اقول له يقول لي انا مش عارف أنا مش عارف الكلمة بتخرج مني إزاي، بس أنا مكبوت لأني ما معيش أنفق عليها. إذا الحالة النفسية معتبرة يا جماعة، إحنا فلذلك ب... أنا بقول لكل واحد يتجرأ وأول ما يسمع الزوج بيقول أنت طالق على طول خلاص خلصت، الله يكرمك، انظر إلى إيه ل... بتقول اللي بيفتي آه أحياناً كل اللي, أو اللي بيفتي لو حد راح أو شيخ حد جاله وراح على طول كده خد الجواب من العنوان وعلى طول دي فتوى أفتيت م. يعني قرأتها اليوم عن أحد الناس أفتاها أن المرأة أصيبت بصرع شديد بمرض نفسي فتسير وتريد أن تلقي نفسها من الشرفة هتموت طلقني لرمي نفسي مش دارية غير مدركة بتعمل إيه فبلانت طالق مرة ومرة ومرة الشيخ فصلها بالتلاتة يا رجل يا أيها الشيخ اتق الله بص للحالة النفسية ده بقولك أنا بقى مش عارف أعمل إيه هترمي نفسها ومش قادر عليها بقول لها فبتهدى وتسكن الله يكرمك تكلم مع الزوج حقق معه ربما تجد له مخرجا ربما يكون هناك في ضغط نفسي في امر ما ولكن الامر مش على عواهنه ان احنا كل لفظ طلاق يقع وليس كل لفظ انت طالق لا يقع وانما الامر يحتاج الى تفصيل وبين هذين الامرين يحدد المفتي الذي يفتي من يساله وفق هذه القاعده الفقهيه الحكم على الشيء فرع, فرع من تصوره نعم. يعني مولانا اسمح لي سؤال من اسئله الفيسبوك ايضا ما حكم من يحلف طلاق صريح او يعني على زوجته التي لم يدخل بها نعم يعني ما دخلش بيها وحلف عليها طلاق صريح طيب تعالى عشان هوريك الوقت بقى نماذج من المشكله اللي بتحصل في الفتوى بره الإنسان وهو مازال عاقدا على المرأة ولم يدخل بها إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يبقى إذن الرجل العاقد ولم يمس والمس هنا الجماع أيوة الدخول إذا طلق لابد أن يعرف أن المرأة لا عدة لها ونفرق بين مساله الطلاق ومساله الوفاه طبعا خلاص مساله هبين لك الفرق بين الاتنين يبقى اذا الرجل بمقر... بمجرد ان يعقد على المراه عقد ولم يدخل في بها ولسه ما دخلش آه ايه يا جماعه لسه احنا ماجلين الفرح لكم شهر كده كمان مم. ما حصلش دخل ولا حتى... ولا حتى بينه وبينها هي زوجته ولكن احنا في مجتمعنا نسير على عرف ما ينفعش أبدا يدخل بها ويبني بها وهي ما زالت في بيت أبيها لا ده تعدي وشيء أخلاقي إحنا ما بنقبلوش واخد بالك حضرتك احنا بنحذر منه لا بلاش هي هي نعم هي زوجته وهي حلاله بس العرف بتاعنا بيجعل عندنا يعني تقييد لا خلي بالك بلاش تنتهك حرمه بيت لما تيجي بيتك هناك واخد بالك حاجه ازاي ولكن هنفرض هو عقد ولم يمس ثم طلق وحققنا معاه لقينا فعلا الطلاق واقع لا محالة قصد وعزم وإدراك وإملاك ونية وعازم عليه تماما على إنهاء الحياة الزوجية على الفصال انفصال الحياه الزوجيه على انتهاء العشره مم. مش عايزها فعلا وقلبي عارف بقول ايه وعقلي و... لا خلاص ده قرار ده اصبح قرار أوه. مش اصبح فكره انا هبحث على ده اصبح قرار بالنسبه لي فاحنا ده آه. كله بقولك ان احنا لازم ندور معاه في كل ده تمام نشوف العامل النفسي ايه طب لو فقالي. اصبح قرار يا مولانا آه خلاص خلاص انتهت وهي ملهاش عده خلاص انتهت يبقى هذه ليس لها عده طيب تبقى إيه؟ سنقف عند حقوق هذه المرأة نعم. التي لم يبنى بها نعم. وطلقها زوجها دون أن يمسها بعد أن عقد القران عليها ما حقوقها في هذه الحالة سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم انتظرونا المشاهدين في تشريف وضع عثمان أجد الترحيب بفضيلتك ونستانف جميل. الاجابه على هذه التساؤلات تساؤلات الفيسبوك للساده المشاهدين مولانا احنا كنا وقفنا عند حقوق السيده التي لم يدخل بها او التي نعم. لم يبنى بها وطلقها زوجها دون ان يمسها هو هي بقى في الحاله دي كما قال القران فنصف ما فرضتم في ايه بقى في نصف ما فرضتم في كل شيء الشبكه نص الشبكة. الشبكه والمهر نص المهر ونصف المهر طب المؤخر ونصف المؤخر اه ما آه؟ هو المهر ايه المهر بيشتمل على ثلاث مقدم ومؤخر اجله آه. وعاجله المهر شبكه آه. وقائمه ومؤخر ايوه ده مهر المراه عشان البعض يقول لك لا المهر الشبكه دي جزء من المهر الشبكه جزء من المهر لذلك الخاطب عندما ينهي خطوبته قبل العقد من جهتي او من جهتها نقول له خلاص الشبكه من حقك الشبكه من حقك ده معتمد فتوى دار الافتاء المصريه في بعض المذاهب يقول لك لا لو كان النكول من ناحيتها فالشبكه له وان كان النكول يعني من ناحيته هو, هو, يعني هو اللي السبب يبقى الشبكه من حقها <applause> بس لقينا في حاجه <applause> هنا مشكله كبيره ايه لما هي يبقى عايزه تنهي الحياه وعايزه تاخد الشبكه تبتدي بقى ايه تزهق فيه يعملوا حركات يضايقوه مش عارف ايه لحد زي ما يقولك يقول كده حق إيه يقول حقي برقبتي اه لا انا خلاص همشي انا همشي واخد له خلاص انت اللي هتمشي يبقى الشبكه بتاعتي اه دي مشكله كبيره لذلك كانت الفتوى بتاعتنا فتوى بتنظر الى الواقع إن الشبكة جزء من المهر طيب هو اللي زهقها وهو اللي تعبها ودخل البيت وبتاع أقول له يا سبحان الله يعني لعله شر وذهب والله يخلف عليك بأفضل منه وأعطيه حقه وإن كان أراد أن يتلاعب ببنات الناس فالله سبحانه وتعالى يحاسبه أعمل عملية الاحتيال بهذا الشكل أحيانا من أي طرف من الأطراف أنت في النهاية هتقابل ربنا في النهاية يعني الناس الإنسان آه. الورع فين التقوى فين نعم. مش فكرة الحيلة وفكرة الشطارة وأحيانا فيها بعض الفهلاوة لا 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 ده أنت في النهاية هتسأل أمام الله سبحانه وتعالى نعم. ولا إيه مولانا نعم. 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 فبنرجع إلى الفتوى إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا طيب يبقى نصف ما فرضتم يبقى أنا نصف المهر عموما إن كان شبكة إن كانت قائمة إن كان مؤخر هذا كله النصف إمتى قبل الدخول حق خالص لهذه المرأة التي لم يدخل بها إذا ما طلقت قبل المسيس ربما يسأل سائل الآن أنت قلت الأيمة الآيمه فيها العفش وفيها كل حاجه ولسه ما دخلش نص كل نص كله دون في خلاص مولانا طيب اذا توفي مم هذا الزوج الذي لم يدخل بزوجته بعد كتب الكتاب او عقد القرار نعم مم الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفس بانفسهن طيب قال يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا الايه هنا عامه ما تقدرش تقيدها الايه عامه عامه في ايه سواء دخل بها او آه. لم يدخل بقول لك ويذرون ازواجا الله طب المعقود عليها تسمى زوجه ولا متسماش تسمى زوجه ده زوج ده لو اراد ان يدخل بها في اي وقت ما اقدرش اقول له عليك لا إثم عليك لا إثم عليك ولكن هنقول احتراما للعرف للعرف اللي احنا اللي احنا عايشين فيه تمام. لما لما يكون في زفه وبناء وحفله وبتاع زي ما زي ما عادتنا هنا في بنعملها ولكن لو توفي عنها فهي زوجة ترثه طب الحاجات اللي كانت معاه الاشياء اللي هي كانت معاها اللي هي شبكتها القايمه والحاجات دي لا ده حقها حق خالص ده ما يروحش في منطقه الميراث مجرد ما عقد يعني ما تركة اه لا مجرد ملكها هي الخاص نعم مجرد ده آه. كمان تقول لهم ايه خلي بالكم يا اهله يا ابوه يا امه يا اخواته انا ليا مؤخر صحيح عشرين ألف م. جنيه لو سمحتوا انا عايز المؤخر بتاعي لان المؤخر ده بيوجب بأم بامرين اما الطلاق واما الوفاه ايهما حدث في أيهما الاول حد حد يعني آه. باقرب الاجلين فاذا هنا هي الحاجه اللي معايا اللي, بتاع اللي معاها بتاعت لا ده كمان مش الحاجه اللي, اللي معاها بتاعتها ده كمان هتورث فيه ترث فيه، إن كان ترك شقة، إن كان ترك مالا، ترك أي شيء هي ترث فيه. مولانا ماذا لو شك أو نسي الزوج الأمر الذي حلف به على زوجته؟ أولا نقول احنا دائما نتلمس. طبعا احنا نتكلم في الطلاق، على نعم. زوجته والطلاق. نعم. آه. نتلمس الأمور التي نقيم بها الحياة الزوجية، الأمور الشرعية الصحيحة. مش أي أمور، م. الأمور أمور يكون أمور قوية. مش امور ضعيفة. طيب بنقول هو حلف وشك يا ترى انا قلت ايه؟ قلت والله العظيم ولا قلت لها انت طالق لو عملتي ولا كان ايه بالظبط؟ الموقف ايه؟ نقول اه احنا عندنا رباط زوجيه وهذا بيقين قائم وعندنا شك واليقين لا يزول بالشك هي دي القاعده اللي احنا مشينا عليها يبقى اذا الشك في الطلاق يبطله كأن لم يكن الطلاق ده يصير لغو لاني مش عارف احكم بايه طيب يجي يقول لي انا قلت بس مش عارف قلت ايه اقول له طب انا هحكم بايه؟ انا هحكم على عدم كده فاذا ما نستطيع ان نفتي هنسميها فتوى مش حكم ما نستطيع ان نفتي يعني لاني انا مش لاقي لفظ امسكه عشان اتكلم معاه فيه فلذلك في مثل هذا لا طلاق والزوجية قائمة وقاعدة اليقين لا يزول بالشك دي مهمة جدا في مسألة الطلاق اليقين لا يزول بالشك بعض الناس لا تعمل هذه القاعدة أبدا خالص للأسف لذلك ينهي الحياة الزوجية بأي لفظ بأي شيء يا جماعة المجتمع تغير أحوال الناس تغيرت نفسيات الناس تغيرت الناس الآن معظمها مش عايز اقول لك والله معظم الناس عندهم في امور نفسيه تعباهم اما هم شغل اما هم ضغط عمل اما ضغط امور عايز يعملها ومش قادر يعملها البيت الاولاد الشارع الضوضاء السحابه الكمبيوتر مثل هذه الكهرباء دي كلها اثرت على على, على الناس فعلا بناخد القرار احنا مش عارفين بناخده ازاي فعلا فاحنا محتاجين ان احنا نبص حال الناس الله يكرمكم الناس احيانا بتتصرف بتتصرف اقول لك انا طلقت والله وبعد ربع ساعه يا شيخ قعد تبكي مش عارف انا قلت ايه ما خلاص الوضع بقى قدامه البيت وقع بيقول لي انا مش عارف انا قلت ايه البيت خلاص زي ما بيقولوا ده ده خرب نعم. البيت يعني انا قلت بيقول لي أه؟ انا قلت ليه كده والكلمه طلعت مني ازاي مش عارف الله ده الناس دلوقتي غير زمان ده زمان كان بيقول الكلمه هو عارف بيقول ايه ليه البيئه الهدوء اللي موجود عدم ضغوط الحياه عدم التطلع انشغال الدماغ بالف حاجه عايزها او تعلق القلب ب حاجه عايزها ده كله مش موجود فكانت الحياه بسيطه فكان القرار بيطلع قرار ينهي, ينهي لذلك كانت الامور ديت قليله جدا ونادره لذلك نعم في سؤال تاني لبعض الساده المتسائلين المشاهدين في من أساتذة الفيسبوك ماذا لو احب الرجل المتزوج امراه وتعلق بها امراه اخرى نعم واراد ان يتزوجها وهو نعم غير قادر نعم مصيبه كبيره الحقيقه بيقع فيها بعض الرجال ليه؟ يظن ان الزواج الثاني ديت الحياه بتاعته تبقى ورديه وجميله قوي. احنا بنقول بين قوسين وهو آه. غير قادر وهو غير قادر. خلينا آه. بس نقول نمسك دي وهو قادر، نقول الاول وهو قادر. مم. لا تظن ان الزواج الثاني لابد ان ياتي لك بكل سعاده. ففكر الف مره قبل ان تهدم بيت وتقيم بيت. انا ليه بقول بيهدم بيت ويقيم بيت؟ لاني غالبا ما تطلب الزوجه الاولى الطلاق هتتجوز تطلقني ده طبيعي بقى. هي ما بتتحملش خد بالك ليه قله ايمان وضعف ايمان وعدم توكل على الله وقول قله دي واشياء كثيره وغيره وده طبع النساء فتقول له انا مش هستهلك بس طبعًا. المفترض من باب الفضل اذا كان الرجل قادرا ان يفتح اكثر من بيت واستطاع ان يلتزم هنا ويلتزم هنا ويسير بما وتقبل المره الزوجة. الله سبحانه وتعالى والزوجه تقبل والحياه الزوجيه تبقى سائره ويتمكن من العدل بينهما وكل ذلك لابد له يكون ليه اعتبارات معانا تمام عشان الناس ما تقبلش على امر ويفاجئ ان البيت الاولاني خرب والبيت الاولاني فيه اربع خمس اولاد ست اولاد فيه ولدين فيه عشره وما فيش اولاد فاحنا مش عايزين الايه نبيع نبيع الزوج يبيع الحياه الاولى بكل سهوله من اجل ولكن يعني الـ 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 الامر لو وقع فخلاص هذا قدر الله لذلك لما يجيني يقول لي يا شيخ انا تزوجت وزوجتي بتقول لي طلقها اقول له لا هتهالي واقول لها عباره بسيطه قوي بقولها لها هو تزوج بقدر الله ام بغير قدر الله تقول لي بقدر الله طيب تزوج الزوجة الثانية بقدر الله أم بغير قدر الله تقول بقدر الله ترى خلاص لا نحارب الله في قدره لماذا نحارب الله في قدره ارض بما قسم الله لك واعلمي ان ذلك ابتلاء لك ده ابتلاء ليكي وليه ما تفكريش ان ربنا لازم عشان تزوج الثانيه سيعيشوا سعيدا لا ممكن ده ابتلاء ليه عشان يتعب عشان يتشحطط ادم زي ما بيقول عشان حلو يتهد زي ما بيقولوا ويتعب فاذا يبقى احنا نرضى بما قضاه الله سبحانه قضاه الله علينا ونرضى بالامر الواقع وما نقولوش لازم تطلقها لا نرضى بهذا الامر ولكن في بدايه الامر اقول لا فكر قبل ان تخدم على الامر ابتداء يبقى في بدايه الامر لا تفكر جيدا لماذا أنت تريد الزواج طيب لذلك بعض العلماء قال وده, وده ذكرها الإمام المرضوي في الإنصاف قال ويستحب عدم التعدد والاكتفاء بواحدة إذا ما أعفته خلاص يعني يقول كده مالي عينه وبتعف وو وو والحمد لله الحياة الزوجية ماشية جميلة يبقى خلاص يكتفي بهذا ولكن هنفرض بقى ان كان غير قادر لا دي بقى الـ الامر الـ 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 الكبير يبقى انت مش قادر يبقى ليه ما ينفعش طالما الانسان يعني لا يكلف الله هو, هو الزواج بالاصل قائم على القدره الزواج قدرة. بالاصل سواء واحده واتنين بالاصل وانت لسه هتتجوز أن... انت قائم على القدره قدرة من استطاع منكم من فليتزوج قدره ماديه أه؟ وقدرة جسدية أه؟ وقدرة معنوية إنه ما يتأثرش لأن الأولى ممكن تبكيله او الثانية يمكن يروح قاعد جنبها وما يروحش يعدل ويترك ليلة الاخرى او اليوم بتاعها فاذا يأتي يوم القيامة وقد وقع في ظلم ويحاسبه الله على ذلك لذلك من يريد ومن يفكر أن يعدد لابد أن يعني يرسم حياته ويتصورها بطريقة صحيحة وماذا سيحدث فيها من تغيرات مولانا تسأل سيدة فوق الستين سنة بأن زوجها يطلب منها المعاشرة الزوجية بشكل شبه يومي لكنها ترفض لمرضها وتعبها فهل هذا يغضب الله؟ تعالى. سؤال بيتردد عندنا مثل هذا خاصة إذا ما أصيبت المرأة ببعض الأمراض اللي هي الخاصة بالكبد ونحو ذلك أو الأمراض الخطيرة فبتيجي فعلا وتشتكي وربما تبكى تقول يا شيخ يعني هو يريد مني أشياء وأنا لا أتحمل الآن لمرضي وأقول... يعني يعني بتقول أنا فوق الستين نعم لذلك آه. أقول لها والله إن يعني دعيه يتزوج م. وأقول له إن كنت قادرا على الزواج فتزوج، فيقول لي انا انا قادر، اقول له خلاص تزوج، وهي تقول لي فعلا قدامي كده فعلا تقول لي يا شيخ وانا سامحه ومراضيه، وراضيه بس يجي يبص عليا انا واولادي. طيب لو هو مش قادر اقول له يا اخي سبحان الله اتق الله فيها لانها ما كانت ما كان هكذا ديدنها معك. ما كانش كده الاول، ولكن لسبب التعب فالانسان يرحم الضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى قال اوصيكم بالضعيفين المراه بالضعفين المرأة واليتيم فلذلك إن إحنا يعني يرحم الضعف وينظر يعني إلى حالتها ويتقي الله سبحانه وتعالى فيها نعم من ضمن الأسئلة التي وردت إلينا الأمر المتعلق بالبدعة حيث يسأل مشاهد كريم حول حكم ترديد المديح في الصلاة في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار هل هو صحيح أم خطأ؟ بمعنى في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا في الاذكار في الاذكار خارج الصلاه في الاذكار الانسان وهو ماشي كثيرا ما يردد ابياتا من البرده التي تتكلم في مديح النبي صلى الله عليه واله وسلم محمد وآله صفوه الباري ورحمته الله, دا دا الله من خلق دا دا احيانا المديح يصنع في النفس يعني ما لا يصنعه ربما يعني ايات من, من القران الكريم. وبتمدح, وارد. وبتمدح مين؟ وبتمدح مين؟ انت بتمدح سيدنا سيد صلى البريق. الله عليه وسلم. ومهما قال المادحون مم. لن لن يوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حقوقه. مش حقوقه لا حقوقه يوفوا لا ده جزء واحد بس من حقه. صلوات ربي وسلامه عليه فتلهج لتلهج الالسنه بمديح الحبيب صلى الله عليه وسلم ولتمتلئ القلوب وتتحرك الألسن وتشنف المسامع بالكلام عليه وعلى سيرته وعلى هديه وعلى مدحه وعلى ما قيل فيه كل وروح القدس يؤيدك كما قال صلى الله عليه يعني نعم. قالها لسيدنا حسان وهو يقول الشعر أبا الزهراء قد جوست قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت نعم. السحابة صلوا عليه وسلموا تسليما فاصل ونعود اللهم بجاه سره لديك وسيره إليك آمن روعاتنا وأقل عثرتنا أهلا بكم مولانا في إطار هذه الأسئلة التي نسألها في ما يرد إلينا في الاس ام اس أو الفيسبوك يعني في أسئلة متعلقة بالعدة برضو يعني بيسألوا العدة ليه هنا ثلاث شهور وهنا أربع شهور وعشر بالنسبة للمطلقة دون أن يتوفى زوجها طب إذا توفي الزوج أربع شهور وعشر ليه لا طيب يمكن من خلال استبراء الرحم الموضوع يبقى واضح وبالنسبه لينا فنتخذ القرار؟ نعم نعم م. احنا عندنا غير مدخول بيها قلنا ملهاش لها عده وعندنا مدخول بها وديت قد تطلق وقد يتوفى عنها زوجها اذا ما توفى اذا ما طلقت وكانت من ذوات الحمل فالرحم مشغول أيوة. فعدتها لما تضع حملة كما بين القرآن الكريم طيب لو لم تكن حاملا فكيف تكون العدة بثلاث حيضات إذا كانت من ذوات الحيض يعني لو طلقها وهي عليها الحيض نقول له أنت أثمت بهذا لأنه لابد أن تطلق في, في إيه في طهر بس الطلاق يقع الطلاق يقع يعني البعض يقول لك لا الطلاق لا يقع لا. في اثناء الحيض هذا او م... لا يقع في اثناء رمضان في رمضان هذا الفتوى آه. ومذهب جمهور العلماء آه. ان الطلاق يقع في فتره الحيض ماشي طيب هو طلقها في ف... وكانت حائض إذن هذه الحيضه لا تحسب من العده يبقى تحيض مره وتطهر ومرة وتطهر ومرة ممكن قبل ما تطهر يرجعها لو كانت طلقه رجعيه وغير مسبوقه بطلقتين مسبوقه بطلقه مثلا يعني أو الواحد طلق طلق الاولى والثانيه نعم آه. ممكن يرجعها طيب طهرت من من, من الثالثه من الثالثه خلاص كده يبقى بانت بينونه صغرى ان كانت سبقت بطلقه او لم تسبق يعني بمعنى ايه لابد اذا ما اراد الرجوع اليها ان يرجع بعقد ومهر جديدين مم. مم. لذلك اللي بيحصل ايه بقى؟ بيروح يستفتي بره. وبعدين يجي يقول لي ايه؟ يا شيخ أنا طلقتها طلقة رجعية. وعندي المأذون كمان. م. وبعدين رحت استفتيت شيخ قال له ايه؟ قال له لا دي دي دي, دي, دي في الوثيقة رجعية. روح قول لها أنا ردتك وخلاص وبعدين يبقى وصك براحتك. طيب ما سألوش أنت طلقت من إمتى؟ فيتضح إنه طلق من خمس ست أشهر. ما بيبصش في التاريخ هو اول ما يبص الكلمة لكلمه رجعيه يقول له خلاص روح رجع فهو ما يعرفش انها خلاص بانت منه بينونه صغرى بانت منه بينونه, صغرى. صغرى. فيروح هو راجع وعايش عايش مع مين مع واحده مش زوجته فجه وطلق وبعدين رجع في العده وبعدين طلق وبعدين رجع في العده وبعدين جالي في الثالثه قال لي يا شيخ انا كده طلقت ثلاث مرات فبتكلم معاه اتضح انه طلق ايه هي طلقة واحدة امال الاتنين التانيين وقعوا في غير محل ده انت كنت بتطلق واحدة مش زوجتك لان يعني لا, تعت... لا اعتبار لهم نعم يعني ما يتحسبوش ل... لان حضرته اللي افتاه افتاه غلط فلذلك بنقول يا جماعه اللي يفتي ويتصدر لهذا الامر لابد ان يدرس في هذا الامر جيدا. ان هذا آه الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. يعني لذلك نقترب دائما من العلماء الثقات، من العلماء الحقيقيين في مجال التخصص، في مجال الفتوى، وكثيرا ما ياتي لنا في بعض الحلقات اسئله في الفتوى فيقول علماؤنا الاكابر الذين يتحدثون في موضوعات اخرى يقول لا دعوا هذا للفتوى، دعوا هذا للمفتي، لمن يفتي بالتخصص، الامر خطير. يعني ويمكن اللي حدث او احدث نوع من الربكة في حياتنا في فترات كبيره وفترات طويله هذا الموضوع ان يعني ما فيش اللي كان بيفتي مش مؤهل وربما لم يكن عالم بالمره مولانا خلينا احنا مساله العده آه ان يعني فيها حته مهمه قوي آه وحته رائعه قوي ويبين حكمه الشرع الحكيم عشان عندنا اسئله كتيره لا اه احنا بنقول هي ليه الان المطلقه من ذوات الحيض لابد من ثلاث حيضات ايوه والمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة, وعشرة في عالم أجنة يهودي اسمه روبرت غيلهم اكتشف أمر ده أمر عجيب جدا وده اللي خلاه دخل في الإسلام اكتشف أن المرأة الرجل عندما يجامع زوجته فيه بصمة زوجية من الرجل للمرأة بصمة بتحدث يعني الرحم يتعود على الزوج هذا الزوج فيه بصمة معينة البصمة ديت لو طل... لو تركها شهر بدون جماع بي... بيزول من البصمه من من 32 ل 35% م. الشهر الثاني من 70 ل 72 ل 75 الشهر الثالث البصمه بتروح تماما طب ليه المتوفعه فهنا... عن... طب المتوفعه على زوج بنخليها اربعه ليه نعم؟ المتوفى عن زوجها أربعة وعشرة ليه؟ ممكن ثلاثة خلاص؟ جميل، وفق هذه النظرية العلمية جميل، أو العلمي. اكتشفوا إيه؟ م. اكتشفوا إن المرأة إذا يبقى إحنا نكمل الحتة دي وهرد على هاي. السؤال الرائع ده م. إن هي اكتشفوا إن, إيه؟ إن البصمة دي بتروح تماماً فعلاً بعد ثلاث حيضات تمام وهنا المرأة تكون مؤهلة لاستقبال زوج آخر إن أرادت م. ان ارادت ان تتزوج لذلك اكتشفوا التي تتزوج في عده زوجها خطا او متعمده ما زالت البصمه موجوده قالوا قد تصاب بسرطان الرحم الطب اثبت هذا طيب امال المتوفى عنها زوجها بقى قال لك المتوفى عنها زوجها ان البصمه بتثبت اكثر بسبب الحزن والكآبة على الزوج فبتحتاج لإيه؟ لأربعة أشهر وعشر لان الطلاق ربما هو انفصال ارادي نعم يعني في في وفق اراده الزوجين نعم. ده عايز ينفصل عايز ينفصه. اما المتوفى عنها زوجها لا نعم. يعني ده امر قدري جه وده قدر وده قدر ولكن ده يعني ايه زي ما القدر يعني القدر على غير رغبتي يعني نعم. يعني حصل الانفصال بالوفاه في هذه الحاله نعم فاحنا لذلك بنقول ان مساله العده إن, ان ان ثبتت هذه النظريه ودي قال بها يعني بعض العلماء توصل لها فبها ونعمت والا فالعده قيل لاستبراء الرحم هتقول طب ما احنا عندنا آلات حديثة دلوقتي محتاجين ليه? طب هنقول هي ايضا جانب تعبدي. ايوة في الاصل الاشياء امر تعبدي. ايوة. نرجع نعم بقى للاصل الاشياء امر تعبدي. تعبدا ما الله كان لمؤمن ولا نعم مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أمر ان يكون لهم الخيرة من, من امرهم. تمام. نعم هي امر تعبدي. وصلنا الى الحكمة ام لم نصل يكفي اننا نتعبد الله بما امرنا به. طيب. نعم. مولانا من الجميل في الاسلام السائل يسأل من الجميل في الاسلام ان جعل الله الرحمه في كل شيء فما اداب قتل الحشرات كالنمل والصراصير؟ اولا السؤال ده انت عارف لما بنساله بيقول لك ايه بعض الناس حرمت الصعق الكهربائي. قال لك الصعق الكهربائي اللي بيلسع الذبابه كده وبعدين تعمل صوته وبتاع قال لك ده ايه ده حرق. لا ده مجرد تفريغ شحنات كهربائيه في جسم البعوضه الشحنات الكهربائيه قد تكون معها درجة حرارة عالية ممكن تؤدي إلى تفحم الجسم، إلى تغير شكله. ولكن هي أصلاً ماتت بسبب إيه؟ تكسير الدم فيها. يبقى إذن ده مش حرق بالنار. يبقى إذن أتجنب في الحشرات إيه؟ الحرق. الحرق بالنار. ما تحرقوش. صح؟, صح؟ نعم، لا يحرق بالنار. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة حرقوا ما قال: "لا يعذب بالنار إلا رب النار". يبقى اذا الانسان اذا ما وجد شيء من هذا يستخدم هذه الاشياء التي ترش لان هذه تحدث اختناقا فقط لهذا الشيء وان وقع وانت رايت جسمها تحلل فده مش حرق لا ده نتيجه تكسير الايه؟ تكسير الدم في جسدها فبيتغير اللون. بعض الشباب بيسال من خلال اسئله كثيره على الفيسبوك ما حكم من يعمل في شركات التامين على الحياه؟ نعم. أولا التأمين على الحياة مسألة مختلف فيها بين العلماء. ونحن في دار الإفتاء المصرية بنتبنى القول بأن التأمين على الحياة جائز من باب التبرعات من باب التعاون ولكن فيه خلاف فيه خلاف ومن ابتلي فليقلد من أجاز والأمر المختلف فيه لا ينكر عليه والله تبارك وتعالى أعلم. يعني الامر المختلف فيه لا ينكر يعني يعني انت بين هذين الامرين يعني لو في رايين انت بين هذين الامرين ما دام صرح و... لك بهما المفتي او نعم. من تستفتيه في هذه المساله صحه صح عشان بس نعم. المعنى واضح واضح لحضرتك على حاجه دايما اقول للناس حاجه يا جماعه ما تفكروش ان حد بيحب يبيع دينه ما حدش بيبيع دينه يا استاذ حسن لان الله سبحانه وتعالى لن يغني الوقوف امامه لن يغني احد من الوقوف امامه حدش يقدر يدافع عنك فلذلك عندما نقول رايا نقوله عن اقتناع عندما تتبنى دار الافتاء رايا تقوله عن دراسه مش الامر بالهوى كما يظن البعض لا الامر ليس هوى وانما هو دراسه احنا في مساله في مساله زي مساله الفوركس قعدنا ثلاث سنوات ندرس فيها مسألة التسويق الشبكي زي الكونت قعدنا أكتر من ثلاث سنين ندرس فيها. يعني العملية مش عملية و... مش كده عملية كده لمجرد إني أصدر حكم لا مؤسسة ده مؤسسة مؤسسة, كبيرة ده ده وبعدين زي ما قلنا من شوية الحكم على الشيء فرع من التصور فأنت بتدرسها عشان تتصور هذا هذه المسألة. بالمتخصصين في الفوركس وإدونا محاضرات وقاعدين 10 12 في الأمانة العليا وفضلت المفتي عشان نقدر نوصل إلى الناس دي بتفكر إزاي وبتشتغل إزاي وبندفع فلوس. محاضرات مكلفه وحركتهم بالشيء الفلاني، ليه؟ عشان ناخد تصور عن المعامله سنتين كاملين الى ان هضمنا المعامله تماما ثم اصدرنا الفتوى، فالامر ما بيجيش كده اعتباطا ويلا لا، وهنا يعني تصدر هذه دائماً الفتوى دائماً هو راي المؤسسه، نعم. هو الفتوى المعتمده، كلمه دائما نقول الفتوى المعتمده، احنا بنتكلم نعم. هنا دائما عن الفتوى المعتمده من دار الافتاء المصريه. نعم صح ولا لا نعم يا يعني مولانا؟ مفدن. نعم مفدن. مولانا خلينا نروح لأسئلة تانية ما حكم الشروع بإنشاء صندوق يقوم على جمع الأموال الرمزية من الموظفين بصفة شهرية نعم. ويقوم الربح على القروض وتكون المكافأة من الصندوق مع بلوغ سن المعاش بنقول هنا هو أولا صندوق الزمالة أيوة اللي هو بنعمله في كل المؤسسات بتاعتنا الناس إذا ما خرجت على المعاش تكون في حاجة إلى أي شيء يقيم به حياتها أي شيء يقيم الحياة ليه؟ حضرتك كنت موظف الشهر اللي فات مم. كنت بتاخد راتب خمس ستة الاف جنيه سبعة الاف جنيه الفين جنيه لم تفاجأ لما الشهر اللي بعديه بتاخد سبعمية 800 جنيه اعيش ازاي كيف اعيش اذا مثل هذه الاشياء يعني منظورة لمن فكر في مسألة صندوق الزمالة قال لك لا لما ياخد مبلغ ويستثمره في اي طرق الاستثمار أو يعمل به مشروع حتى يستطيع أن يكمل حياته مع المعاش يبقى ده مطلوب. إذا هذه الصناديق تقوم على التبرع المحض، يعني إيه؟ أنا بتبرع للصندوق بمبلغ شهري. مع علمي بأن الصندوق وفيه شروط بعد فترة سيرد إلي التبرع وزيادة، والجميع متفقون على هذا بشروط وقوانين معروفة لمثل هذه الصناديق، فهذا من باب التبرعات جائز ولا شيء فيه. لذلك البعض عمال يراجع يقول لك لا نخرج منها وكان زمان بعض الاخواننا يفضلوا يسالوا شمال وين عشان ايه يقول لك ده حرام وربا وبيوضع 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 وحرموا انفسهم من اشياء كثيره ولكن نقول صندوق الزماله مثل هذه الصناديق التي تقام في الشركات والهيئات هي صحيحه وما ياتي منها جائز ان شاء الله. مولانا من الاسئله ايضا الوارده حول صلاه المراه فهل الصلاه ليس لها اقامه؟ يعني صلاه المراه ليس لها اقامه؟ بمعنى انها بتصلي لوحديها مثلا نعم. في البيت يعني يعني تصلي على طول بعد ما يدن الظهر مثلا صلت السنه وبعد كده دخلت في الفريضه ادت الفريضه وما قمتش يعني الامر هنا ايه؟ نعم. الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث او هذه المساله رضي الله عنه قال وروى حادثه ابن عمر انه سئل هل تقيم المراه او هل تؤذن المراه وتقيم بينها وبين قرينتها بينها وبين اخواتها فقال كيف انهى عن ذكر الله كيف انهى عن ذكر الله وكرر ذلك مرتين لذلك نظر العلماء اختلف هل يجوز للمراه ان تؤذن وتقيم ان كانت في جمع من النساء ام لا يجوز لها ذلك؟ بعض العلماء قال جائز لها ذلك ان ممكن تؤذن وتقيم ولكن في ايه؟ في الوسط في وسطها وبعضهم قال تقيم فقط ولا تؤذن لان الاذان شرع بصوت عال لجمع الناس وهي ليست ماموره بهذا لذلك هناك من قال هي تقيم فقط بين قرينتها لذلك بين لذلك يأتي سؤال دايما يا مولانا المرأة بتعتقد بتسأل طب هل, هل أنا أقدر أخذ ثواب الرجل الذي يذهب إلى الجماعة وبيروح ويعني وبياخد بيقدر يسعى للمسجد ويقعد في الجماعة وياخد ثواب الجماعة طب أنا أصلي الجماعة في البيت أو أصلي الواحد في البيت وأخذ الجماعة برضو إن الله الجماعة؟ لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض اوعى تظن المرأة أبداً ان هي مش هتاخد ثواب الجماعه لا هتاخدي ثواب الجماعه وانت قاعده في البيت يعني هو بيصلي الجماعه بياخد 25 بس انت مش لاقيه يا جماعه ومحجوزه بالبيت وبشغل البيت واسيره عند الزوج ومشغوله بكذا وكذا وكذا فنفسك تصلي بس مش قادره فبتصلي في البيت هتاخدي ثواب الجماعه لان فضل الله واسع لذلك السيده عائشه كانت تقيم بين النساء كانت تقيم الصلاه وتقف في وسطهن والمساله فيها خلاف فلو أقامت بصوت يعني منخفض بين أخواتها فهذا شيء لا شيء فيه وقال به بعض العلماء والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ عبيد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء بشكرك شكرا جزيلا ومعا نسير على هذا الطريق لنجيب على كل التساؤلات السادة المشاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا إجتنابه دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء.